ان شاء الله يا احمد، عاوزين نسمع حاجه حلوه كده علشان اخواتك اللي هيخلصوا الامتحانات دول. طيب ماشي ان شاء الله، يعني حاجه من الايات الجميله اللي تدخل القلوب يا احمد بالله عليك. طيب حاضر يا استاذ سامحني. وهم برضو ان شاء الله على القناه هم يسمعوا صوتي، واللي يحب اي صوره انزلها ان شاء الله انا تحت امره ان شاء الله ربنا. انا هسيب لكم يا جماعه رابط احمد في الفيديوهات، وهسيب لكم في اخر الفيديو ان شاء الله ان شاء الله القناه بتاعكم ان شاء الله. اتفضل يا احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان،
الإحسان والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ما حبيتش أطول على حضرتك بقى يا أستاذ. والله يا أحمد يعني أنا ثبت لك يا جماعة ثبت له القناة في فوق في الشات وعملتها لك في اول هيبقى في اول تعليق وفي نفس الوقت هتبقى موجودة في الوصف يا جماعة حاليا في الوصف قناة القارئ الطبيعي احمد بدري صوت يهز القلوب. والله يا احمد انت ربنا بيحبك جدا لان انا سمعتها زمان وانا صغير يعني بستأذنك اتفضل سمعتها زمان وانا صغير كان عندنا شيخ بيعلمنا القرآن يقول لي لو سمعت القرآن من حد ودخل قلبك او استلذيته كده اعرف اللي بيقرأه من قلبه. الحمد لله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان من احسن الناس صوتا في القرآن من حسبتموه اذا قرأ يخشى الله. وانا والله يعني يعلم الله يعني لما اجي اقرأ القرآن يعني لا انتبه لحد بيسمعني ولا كأني اقرأ في يعني قلبي كده وصوتي بيروح لحتة تانية خالص يعني روحانية. دي حاجة من عند ربنا مش مني. ربنا يجمعنا سوا في الجنة ان شاء الله يا احمد. اللهم امين يا رب. ربنا خليك يا اسامة وشكرا ان انا شكرا لربنا سبحانه وتعالى اولا انه عرفني على حضرتك وبيك وبمتابعينك الكرام دول نوصل ان شاء الله رب العالمين. يا احمد ان شاء الله هتبقى حاجة كبيرة. يعني ان انا اطور من نفسي ان شاء الله ونبدأ ان شاء الله سجل بعض التلاوات ان شاء الله لمن اراد يستمع يعني وبوجودك ان شاء الله. الله يكرمك يا احمد. انا ان شاء الله هبقى يعني اعتبرني كده حاجة ربنا بعتنا عشان ان شاء الله تطلع ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. ربنا يسعدك يا رب وان شاء الله رب العالمين في رمضان هيكون لنا ان شاء الله لقاء يومي كل يوم مع المتابعين بتاع حضرتك ان شاء الله القران وان شاء الله. بص يا احمد انا عاوزك تعمل لهم بقى حاجات حلوه ادعيه حلوه قران عاوز تعمل لهم دعاء الاستخاره تعمل لهم حاجات حلوه عاوزين الرقيه الشرعيه كل ولادنا دول او حبايبنا محتاجين الحاجات دي ان شاء الله. بس اللي كان مانعني ان كانش عندي تسجيل صوتي يعني كويس فاديني حاولت اطور عشان ان شاء الله افيد الناس وافيد لا ان شاء الله كل المتابعين دلوقتي هيدخلوا على القناه عندك ويشتركوا عندك ان شاء الله. قناته يا جماعه في الوصف وقناته مثبتها عندك في الشات عندك اهو وان شاء الله احمد اسمعوه انا بحب اسمعه والله انا بحب اسمعه واشغل بنتي عشان تنام يعني بنت طفلة لسه بشغل لها عشان تنام. والله يا احمد ربنا يجزيك خير وربنا يعلم انا بحبك في اللاد دي حضرتك يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا اسامة. نختم بقى باخر ايتين من سورة من اخر ايتين من سورة الكهف. اتفضل يا احمد اتفضل. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. تصبح على خير بهذا السلام. والله يا أحمد ربنا يكرمك يا أحمد. تسلم لي يا أحمد. ربنا يخليك يا أسامة. تصبح على سلامي لكل اللي عندك بالله عليك. شكرا
شكرا للمستمعين وشكرا لحضرتك وشكرا لكل من يدعمنا ان شاء الله. يا احمد ان شاء الله كله هيدخل على القناه دلوقتي لان احنا عاوزين صوتك يوصل ان شاء الله باذن الله رب العالمين. زي النهارده في السنه الجايه ان شاء الله اكون شهرت بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بفضل حضرتك ان شاء الله. ادعي لنا يا احمد انت قريب من ربنا، ادعي لنا وادعي لكل اخواتك. ربنا يعطيك ما تتمنى يا رب ويبارك في عمر حضرتك ويحفظ لك اولادك يا رب يجمعنا بخير يا رب. وادعي لاخواتك اللي بيمتحنوا وكل الطلبه تنجح ان شاء الله يا رب. ونصيحه بس اخيره ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، سواء اجتهدت وذاكرت وما وفقتش حاليا فاتاكد واقتنع ولازم تكون واثق انها هتوفق بعدين ان شاء الله. ده حق على ربنا يعني. فبالتوفيق ان شاء الله وربنا يسهل لهم كل امورهم ويثبت خطاهم يا رب ان شاء الله. تسلم يا احمد، تسلم ليك يا حبيبي. تسلم. السلام عليكم. الف سلام. اي حد عنده موهبه عنده حاجه انا قناتي مفتوحه له، يعني مش شرط احمد او غيره، او انا سبحان الله علاقتي باحمد جت صدف، فسبحان الخالق. طالب في رابعه طب، طالب صوته جميل جدا مريح ودايما طلع من القلب للقلب، فربنا يسعده يا رب العالمين. ايوه اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.